فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى رب تكونوا بخير وبصحة كويسة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي حاب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، عليها فرص ومنح كتيرة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه فرص ومنح كتيرة وعديدة، فاريت تتصفحوا القناة الويب سايت عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله كده ونتعرف على منحة النهاردة. منحة النهاردة هي منحة جامعة بروني الممولة بالكامل براتب شهري $500، تمام؟ طيب خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. طبعا الدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي بروني دار السلام. طبعا في ناس مثلا ممكن ما تعرفش كتير قوي عن الدولة دي، ولكن الدولة دي مصنفة كأغنى دولة إسلامية في العالم، تمام؟ يعني مستوى المعيشة فيها عالي جدا، مستوى الدراسة فيها عالي جدا، كل جامعاتها معترف بيها ومصنفة من أحسن الجامعات حول العالم، يعني أنت كده بتضمن لنفسك أنك بتدرس في دولة من أفضل وأحسن الدول في العالم، تمام كده؟ طيب بالنسبة للجهة المانحة اللي مقدمة المنحة دي هي جامعة اسمها University of Brunei دار السلام سكولارشيب، ده اسم المنحة واسم الجامعة University of Brunei دار السلام، تمام كده؟ هي جامعة حكومية ومصنفة من أقوى وأحسن الجامعات. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي يا جماعة موجهة لدرجة الماجستير والدكتوراه، يعني لو انت مخلص بكالوريوس او في اخر سنة بكالوريوس وعايز تقدم ماجستير متاح، لو انت مخلص ماجستير او في اخر سنة ماجستير وعايز تقدم دكتوراه متاح، لكن عايز تقدم بكالوريوس غير متاح، تمام؟ يبقى ماجستير والدكتوراه فقط هما المتاحين. طيب بالنسبة للتمويل المقدم في المنحة دي صراحة تمويل خرافي مقارنة انها منحة جامعية مش حكومية. اول حاجة انت بتاخد رسوم الدراسة كاملة بالمجان، مش بتدفع اي تكاليف خالص للدراسة، كل رسوم الدراسة على حساب المنحة. كمان تذاكر الطيران من بلدك الى بروني ذهاب وعودة مجانا، ومن الدرجة السياحية، يعني من الدرجة السياحية على حساب الجامعة انت بتاخد تذاكر الطيران بتاعتك. كمان عندك راتب شهري مقداره $500 بروني بتاخدهم، تمام؟ كمان متوفر سكن ممتاز جدا به كل شيء من انترنت وغيره. كمان وجبات الطعام متحريك في الكانتين بتاع الجامعة. كمان مصاريف الابحاث والكتب بتمويل $2000 بروني بتاخدهم، عشان طبعا الكتب بتاعتك اثناء الدراسة والابحاث. وكمان طبعا ما تنساش من افضل المميزات بتاعتها انك بتدرس في اغنى دولة اسلامية وفي افضل جامعة من جامعات العالم، فتمويل صراحة خرافي يعني. هنا هتلاقوا طبعا جروبنا على الواتساب وجروبنا على التليجرام، ياريت تنضموا ليهم عشان توصلكم المنح فور نزولها. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة هتلاقي هنا الموضوع متقسم لك بالكليات، تمام؟ كلية الفنون، تمام، موجود هنا التفاصيل بتاعتها ايه الاشياء اللي بتضمها، تمام، وهنا الماستر ده بالنسبة للدكتوراه، وهنا بالنسبة للماستر مثلا الكلية بتاع الدكتوراه في الفلسفة تلاقي التخصصات بتاعتها مانجمنت ايكونومكس فينانس، تمام. هتلاقي التخصصات فاكولتي اوف ساينس كلية العلوم موجود فيها البيولوجي الكيمستري، فانت طبعا بتشوف التخصص المناسب ليك وبتقدم عليه. كل دي التخصصات المتاحة، تمام، تقدر بقى يعني تاخد زي ما بيقولوا كده لفة فيها وتشوف التخصص المناسب ليك. طيب مدة الدراسة في المنحة دي عندنا مقسمة الى ثلاثة، الماجستير في الدورات الدراسية ستكون مدة الدراسة 12 شهرا بدوام كامل، يعني انت ممكن تاخد ماجستير نظري فقط، لو انت حابب بتاخد ماجستير نظري فقط 12 شهر، وفي الماجستير اللي هو النظري والعملي ده مدته 24 شهر اللي هو بيكون مدته سنتين، تمام، فيفضل انك تقدم على الماجستير اللي مدته سنتين. وبالنسبة للدكتوراه معروف انها بتكون 36 شهر اللي هي 3 سنوات، تمام، دي بالنسبة لمدة الدراسة. كمان عندنا هنا بعض الملاحظات، ان المنحه دي لا تحتاج شهاده لغه انجليزيه بشكل الزامي عند التقديم، مش مطلوبه بشكل الزامي. في ابلكيشن التقديم اللي هنشوفه بعد شويه مكتوب اف افيلبل، يعني لو متاحه عندك بترفقها. كمان ليس بها حد اقصى العمر للتقديم فيها، متاحه لجميع الاعمار، ومتاحه للتقديم للخريجين او الطلاب لو انت في اخر سنه من المؤهل الحالي برضو بتقدر تقدم. طيب بالنسبه للاوراق المطلوبه في المنحه دي، هي اوراق بسيطه مش معقده، بتملأ ابلكيشن المنحة اونلاين، تمام، فابلكيشن المنحة بترفق فيه صورة جواز السفر، كشف الدرجات لاخر مرحلة دراسية،
او لو انت في المرحله الاخيره بتجيب شهاده السنه اللي قبلها. في ورقه اسمها ورقه حسن السير والسلوك، تمام، واثنين خطابات توصيه اونلاين وخطه بحث للدكتوراه، تمام كده، دي الاوراق المطلوبه. طيب اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 31 يوليو 2021، طبعا لسه معاك وقت فتقدر تجهز كل الاشياء المطلوبه منك واحده واحده، تمام. طيب كيفيه التقديم بقى في المنحه دي، ركز معايا عشان التقديم هنا منقسم لخطوتين. اول حاجه انت هتملى الابلكيشن اونلاين اللي احنا قلنا عليه اللي انت هترفق فيه الاوراق دي، هتملاه، تمام، والابلكيشن هتملاه من هنا وانا هرجع له بعد شويه واوريكم ازاي الابلكيشن بيكون. بعد لما تملى الابلكيشن هيطلع لك زي كود كده، رقم ليك، رقم طلب، تمام، وبرقم الطلب ده انت هتاخد الاوراق دي هارد كوبي، تمام، يعني انت هنا هترفق الاوراق دي اونلاين في الابلكيشن، وكمان هتاخد الاوراق دي في شكل فايلات، تمام، وتاخد الكود اللي هيطلع لك من الابلكيشن عشان ده الرقم بتاعك زي رقم جامعي كده هيطلع لك، تمام، وتاخد الاوراق دي كلها وتبعتها الى عنوان الجامعه. طبعا تبعتها بقى بالبريد، تبعتها باي وسيله تانية، في وسائل عديده متاحه لارسال الاوراق، تمام كده. وبرضو لو حد عايز ان هو احنا نساعده في ارسال الاوراق ده برضو متاح عندنا من ضمن خدماتنا ان شاء الله. طيب فكده عرفنا كيفيه التقديم. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه اللي هي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، كمان خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، وخدمه تجهيز الاوراق بشكل احترافي تستخدمها في التقديم بنفسك، وخدمه التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو وكمان اسفل المقاله دي، هنا هتلاقي رابط خدماتنا الاضافيه. تعالى دلوقتي بقى نشوف الاعلان الرسمي للمنحه، تضغط على كلمه الاعلان الرسمي للمنحه وهيفتح لك كل التفاصيل اللي انا قلتها، هتفتح معاك من الموقع الرسمي للجامعه نفسه، تمام كده. طيب هيفتح دلوقتي معانا موقع الجامعه الرسمي، كل التفاصيل هتلاقيها فيه بالتمويل اللي بتقدمه، فكل حاجة هتلاقيها هنا. هتلاقي هنا عندك التمويل اللي بتقدمه مع مدة الدراسة مع انها بتشمل تذاكر الطيران والراتب الشهري ال $500، وكل هذه الأشياء هتلاقيها متاحة عندك في الإعلان الرسمي، تمام؟ طيب تعالى بقى دلوقتي نروح نشوف أبلكيشن التقديم. طبعا أنا قلت لكم في أبلكيشن تقديم أونلاين بتملاه الأول. هتيجي تضغط على كلمة من هنا دي عشان يفتح معاك أبلكيشن التقديم، تمام؟ أبلكيشن التقديم بسيط مش معقد، ولكن لازم تملاه بشكل احترافي وبشكل منسق، يعني كل حاجة فيه تكتبها بشكل كويس، ما تكتبش أشياء في غير محلها، لا، كل حاجة تحطها في المكان المناسب ليها. فهنا أول حاجة هنا بيديك بعض النبذات، تمام، وهنا هتلاقي في الجزء ده بيقول لك International Students، الطلاب الدوليين لازم يبعتوا الأوراق كمان عن طريق البريد للعنوان بتاع الجامعة اللي هو العنوان ده، تمام، ويحطوا الأوراق بتاعتهم في ظرف. طيب دلوقتي خلينا بقى نروح نشوف الابلكيشن. هنا بتيجي البروجرام اوف ستادي، انت التخصص اللي انت عايز تقدم عليه، بتختار طبعا انت عايز تقدم بي اتش دي ولا ماستر، بتختار احد هذه التخصصات، بتختار بحد اقصى تخصصين، الرغبه الاولى او الرغبه الثانيه، تمام كده. وشوف بقى انت عايز اللي هو اللي هتملى للدراسه في يناير 2021 هتبدا. طيب هنا بالبيرسونال ديتيلز بتحط بقى اسمك، اسم العائله، الجنسيه بتاعتك، المكان اللي انت مولود فيه، الديانه بتاعتك، صورة جواز السفر بتاعتك، بترفق صورة شخصية هنا، صورة جواز السفر، بتحط بيانات جواز السفر، الرقم بتاعه وتاريخ البداية وتاريخ الانتهاء، كل ده بتضيفه هنا. كونتاكت ديتيلز، معلومات التواصل معاك، عنوانك الحالي اللي انت مقيم فيه والمدينة اللي انت قاعد فيها والدولة اللي انت قاعد فيها حاليا، تمام، وتحط الايميل بتاعك طبعا هنا. emergency contact، في حالة تعذر الاتصال بك على البيانات اللي فوق، تحط بيانات شخص قريب منك سواء صديق، اخوك، والدك، والدتك، بتحط البيانات دي هنا. كمان هنا دي الشخص، يعني شخص مثلا من العائله انت يعني قريب منك، برضو بتضيف البيانات بتاعته، تمام. طيب دي هنا في حاله مثلا تعذر الاتصال بيك برضو بيتواصلوا معاه. هنا الابلكيشن ديتيلز، هنا الريسيرش اند بابليكيشن، لو انت شخص مثلا عندك ابحاث وكده بتضيف الابحاث في الجزء ده، لو انت ما عملتش اي ابحاث سابقا خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. هنا بالنسبه لخطه البحث او البروبوزال بتاعك، تمام، مطلوبه فقط في حاله الدكتوراه، فبتملى الجزء ده لو انت مقدم على الدكتوراه، تمام. وبيقول لك هل انت حاليا بتشتغل ولا ما بتشتغلش، لو ما بتشتغلش بتضغط نو، لو بتشتغل بتضغط يس، وبيظهر معاك خانه جديده بتحط فيها بيانات العمل بتاعتك، تمام. طيب الورك اكسبيرينس، هنا لو اي خلفيه يعني عمليه سابقه، اشتغلت في اي حاجه طول حياتك مثلا سواء اثناء الدراسه او بعد لما اتخرجت، سواء عمل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر، بتحط كل الاشياء دي هنا. وطبعا اف اني يعني لو متواجده معاك، تمام. فاندنج ديتيلز، بتضغط ان انت عايز تقدم للسكولرشيب، تمام، تضغط على كلمه يس دي ان انت عايز تقدم للسكولرشيب، بتحط اسم السكولرشيب هنا اللي هي يونيفرسيتي برون اي اوف دار السلام سكولرشيب، تمام، الاسم اللي هو موجود عندنا هنا ده،
بتاخده كده كوبي بيست، تمام كده كوبي بيست كده، وتروح جاي حطه هنا. ليه؟ عشان تحدد لهم انك عايز تقدم على المنحة دي، اسم المنحة دي، تمام كده. طيب وهنا دي في حالة الدكتوراه، بتضغط على كلمة ياس على اساس المنحة برضو، تمام. وبتقول انت عرفت المنحة دي منين، عن طريق ويب سايت ولا القناة مثلا من اليوتيوب، ممكن تحط اسم قناتنا هنا في اليوتيوب برضو. هنا بتحط مثلا original essay، ليه عايز تقدم للمنحة دي، زي خطاب نية كده، وبتوضح فيه كل التفاصيل هنا، تمام. وهنا طبعا بقى دراستك السابقة او الحالية، بتحط انت درست في اي جامعة او بتدرس حاليا في اي جامعة، والجامعة دي موجودة فين، وبدأت الدراسة امتى، وهتخلص امتى، والدرجة اللي انت هتحصل عليها درجة ايه. وهنا بالنسبة لشهادة اللغة، لو عندك شهادة لغة بتضيفها، لو مش عندك خلاص if applicable، يعني لو عندك ضيفها، لو مش عندك خلاص، تمام. وهنا الريفرنس اللي هو المطلوب اتنين ريفيرز، تمام. بتحط هنا الشخص الاول، بتحط هنا الشخص الثاني، وطبعا بياناتهم المطلوبه، الاسم، المكان اللي هم بيعملوا فيه، والبوزيشن بتاعتهم ايه، والايميل بتاع كل واحد فيهم. وهنا هل بيقول لك مثلا انت عندك حساسيه من اي شيء، لو عندك حساسيه بتضغط ياس وبتشوف ايه المرض مثلا اللي عندك، بتحاول توضحه لهم. لو ما عندكش اي امراض او اي اعاقه بتحط نو هنا، تمام. وهنا بتحط الفايل ابلود، بتحط اوراقك، صوره جواز السفر بقى، خطه البحث اللي احنا قلنا عليها، كل حاجه بتضيفها في السكشن ده، تمام كده. بعد كده في الجزء الاخير ديكلاريشن، بتضغط انك موافق على كل البيانات اللي انت مليتها فوق هنا، وبعدين بتضغط على كلمه سبميت، تمام. بتحط الكود ده هنا بتكتبه، وبعدين بتضغط على زر سبميت من هنا، ويبقى انت كده قدمت للمنحه بنجاح. بعد لما بتخلص بتعمل سبميت، بيوصلك على الايميل بتاعك، او بيوصلك بعد لما بتعمل سبميت كده، بيطلع لك في الشاشه كده كود، الكود ده بتاخده، تمام، وبتكتبه على الظرف من بره، وبتحط في الظرف ده الاوراق بتاعتك، وبتبعتها بقى لعنوان الجامعه اللي احنا وضحناه هنا، تمام. ده عنوان الجامعه، وبرده بتبعت لهم نسخه ورقيه من الاوراق، تمام، اللي هو على هذا العنوان، تمام كده. فكده يبقى احنا وضحنا كل تفاصيل منحه، منحه ممتازه جدا. ما تنسوش خدماتنا الاضافيه، لو حابين تقدموا على المنحه دي من خلالنا بشكل احترافي، ونساعدكم كمان في ارسال الاوراق، فده متاح. فكده كل شيء شرحناه، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.